شاء الله تبارك الله. تندرة تي ار دي. تي ار دي راح يكون عليه لمسات رياضية، اكزوز رياضي، مساعدات رياضية، لمسات تي ار دي المعروفة، دائم تجي باللون الاحمر مع جنوط والدعامية، لمسات حلوة. هذا اذا ودكم صورة علموني صورة لكم على السريع. اليوم عندنا تغطية سريعة لصالة ون اف ون، عندهم الجديد والمستخدم. اللي يميز المستخدم عندهم اخوه جديد ماشي 5000 6000، سيارات فخمة، بنتلي، البنتيقة، هذه كلها بشوف الحين. بس خلنا ناخذ لكم لمحة سريعة على الوحش. ما شاء الله تبارك الله، التطريز هنا اللي جاك باللون الاحمر. طبعا الماكينة عارفينها 5.7 قوة 381 حصان. شعار تي ار دي برو راح يكون هنا. الشاشة 8 انش. قد صورت لكم واحد لونه رمادي، بحط لكم الرابط تشوفونه. طبعا هذا ينافس الفورد اف 150، ينافس الرام، ينافس السيارة. ان شاء الله تبارك الله. شوف التعليق والمساعدات اللي جايه باللون الاحمر. هذا اكزوز حق تي ار دي. اوريكم جهاز السواق، الشبكه تلاحظون جاي كامل باللون الاسود، ليد نهاري، كشافات بعد هذه بغير عن الكشافات حقت الوكاله. كتابه تي ار دي برو راح تجي هنا محفوره حفر. هذا شكل من ورا. اكثر شيء يميز التندرا الوسع، فتح في نقط عمياء. هذا شوف في رادار تم يخرج على المسار، نقط عمياء، راتب جلد، كرسي كهرباء. كتابة تي ار دي راح تكون هنا، تطريز على المرتبة كله بالاحمر. هنا زر تحكم حق النور، تبغون هنا السرعة قصوى 200، في تم يخرج على المسار ورادار، نقط عمياء. هذا الجير طبعا راح تكترونك في الأسرع. مفتاح. خلونا نكمل نصور لكم السيارات الفارهة على قولتهم، السيارات السبيشال ما شاء الله تبارك الله. خلونا ندخل من هنا. خلونا أول شيء نبدأ من الجهة اليمين وناخذها لكم على السريع. هذه بنت الجي تي الشكل الجديد بلون مميز. هذا مستخدم، هذا اللي اقول لكم عندهم سيارات ماشيه اخو الجديد على قولتهم. يعني زي هذا 2020 ماشي 5000 سعره 900 الف. اوريكم اللون الداخلي، بنتلي بنتيقة، هذا اللون ازرق، الداخليه جملي. هذا 2017، هذا ماشي تقدر تقول ماشي واجد 680. خلونا اوريكم الداخلية حقت هذه الجي تي 2020. ما شاء الله تبارك الله، اللون جملي. شوف الفخامة، جربت لكم واحدة بالحلبة، احط لكم الرابط. الموتر سبورت ورسمي ورياضي وكلش وفخم بنفس الوقت. شوف الحين بصور لكم، ابيكم تقارنون بين هذا الشعار والكتاب اللي هنا وبين حقة الاصدار 100 عام اللي هي هذه. نروح لها بعد شوي. شوف هنا مكتوب بنتلي والشعار هنا علامة بنتلي. بنروح نشوف الحين عشان تشوفون الفرق بينه وبين اصدار 100 عام. هذا شكله من ورا. ما شاء الله تبارك الله. طيب خلنا نجي لإصدار 100 عام. هذا عليه لمسات وكتابات. كتابات هذه ما راح تصدقون أسعار، السعر تقريبا بس كتابات زي هذه، حرف البي اللي جاي بالإطار الذهبي راح يكون هنا مكتوب، اللي هو من عام 1919
الى 2019. هنا كتابه راح تكون على علامه، واكثر كتابات حرف البي ولا كتابه البنت راح تكون برواز جايه باللون الذهبي. شايفين هذه زي هذه جايه باللون الذهبي اللي هو الكوب، وراح يكون بعد هنا. هذه تكلفته كتابه بس حوالي 35,000 ريال. هل شايفين هذه؟ شوفوا كتاب العينة والإطار باللون الذهبي، اللون كحلي. هذا مستخدم ماشي 3000 و2020 سعره 1,000,000 2020. وريكم الداخلية، الداخلية أوف وايت. ولاحظوا اللي قبل شوي هذا كان علامة بنتلي، الشعار اللي الجنحان، هذا حرف البي بالإطار الذهبي. وهناك كانت بس كتابة بنتلي، هذا محفور 2019 و1919. هذا إصدار مناسبة مرور 100 عام على هالشركة العريقة. شوف 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 ما شاء الله، سماعات بينك أند أولفسن، طبعا فيها إضاءة، إضاءة بسيطة. هذه الداخلية تركسون كامل هنا باللون الأبيض، من داخل جاي باللون الأسود. موتر غني عن التعريف. شوف الداخلية، شارح لكم من قبل مفصله ومجرب لكم بحلبة سيارة ثانية قبل سنة تقريبا، قبل سنة تقريبا. خلونا بعد نوريكم باب شفط أكيد. هذه طبعا تيجي ماكينة حجمها 6 لتر بقوة 635 حصان، العزم 900 نيوتن، التسارع تقريبا 3.8 3.7. وهنا بنتلي مولينير، هذا يعتبر من أفخم فئات البنتلي. شوفوا ما شاء الله، هذا مستخدم بعد ماشي 3000. شوفوا الجنط، نادر تشوفوا الجنط هذا. كم سعره بندر؟ هذا هو 980,000 ماشي 3000. أبوريكم شيء، شوف اللون، لون المراتب. شوف 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 اللون، أكثر ما صراحة يميز بنتلي بألوان الجلود والألوان الداخلية، عندهم تطابق بالألوان عجيب. طبعا كل الاشياء اللي تشوفونها هذه كلها من اغلى واجود انواع المواد سواء الجلد او الخشب. شوفوا لون التخشيب، انا استغرب شلون يقدرون يطبقون الالوان صراحه. يعني الاغلب سيارات اكيد في الوان بعض الاحيان تقول انه مو ذاك الزود، لكن في بعض الالوان يطبقونه صح بين اللون الجملي وبين اللون الابيض اللي هنا ولون التخشيب. طالع خلطه ملكيه صراحه. هذا هو طبعا راح يطلع لك هنا شعر بنتلي، وهذا النسخة والفئة اللي هي مولينير. شوفوا 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 ما شاء الله، وهنا راح تصير مكتوبة بعد. وريكم الداخلية، لاحظوا اللون المراتب، شايفين شايفين الفئة هذه اللي تيجي كذا لونين المراتب. بعض كم يقول ليش ملخبط وكذا حوسة، تحس انه مو مرتب شكله، بالعكس فخم، يعطيك فخامة أكثر. شوف اللون الأبيض مع اللون الجملي، السقف جملي بعد، وبدرجة من درجات اللون الجملي المعلومية. ما شاء الله تبارك الله، شاشات خلفية، طاولة، أوريكم الطاولة الحين. شوف التخشيب شلون شغل عدل، ستارة كهرباء أكيد. ودي أشغل لكم السيارة، قد جربت لكم 1.8 سلندر أو 12 سلندر، والله إني ناسي، بحط لكم الرابط قبل سنتين يمكن، بحط لكم الرابط تشوفون، ما أدري 6 أو 8. وأنا إذا حطيت عدسة واسعة ما راح تكون الدقة عالية، لأن الألوان تروح جودة اللون مع التصوير. لا ترى رأيك، شوف 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 لون الباب، بس شوف لون الباب. ولا الإضاءة الترحيبية على جميع الأربع أبواب، هنا وهنا، وشفت
شغل ملكي، اللون لؤلؤي، لؤلؤي فاخر، موي لؤلؤي بعد. بوريكم الشنطة، شنطة كهرباء أكيد. يا عيني على الفخامة، اللون أشوفه أنا درجة من درجات اللون الجملي. شوف الطبلون من ورا، كلام كبير. شكل الشنطة، بس خلونا نكمل لكم باقي السيارات الموجودة عندنا. طفي السيارة الأول، ستارت وضعية القيادة. طيب وش عندهم بعد يا ابو بندر؟ بوريكم وش عندهم. عندهم صفة هالسود هالجيات هذولي، تعال طب وتخير. ان شاء الله في شيء خليجي، في شيء الماني، في شيء جفالي، في شيء 19، في شيء 20. لون حلوة. شوفوا شوفوا، خلونا نبدا باليمين. هذا اللون الرمادي، المعلومية ديزاينه طلب. اللون هذا تطلب فلوس، انتم عارفين المسدس خاصة الالوان وجميع الاشياء الموجودة طلبات، يصير كل شيء له سعر. شوفوا حزام باللون البيج الفاتح، والتطريز نفس الوضع بعد لون رمادي فاتح. بس المراتب يعني كاسم تتسجل لنا باللون الاسود، بس انا اشوف انه نفس لون البتي. شوف حتى من هنا، طبعا في ناس يحبون الالوان هذه. شوف هنا كنتارا، هنا كنتارا كربون فايبر، وضعيات قياده، والتخشيب كربون فايبر. طبعا الموتر طافي عشان كذا ما راح تشتغل. وخلونا بعد نشوف اللون الثاني على السريع. هذا جاي لون مميز ونادر، اللون هذا تحسه درجة من درجات اللون البترولي أو الأزرق، مو أزرق أبد بس كأنه درجة من درجات اللون الأزرق. في ناس يسمونه بترولي. هذا داخلية بيج، التخشيب لون بني. زين التغيير، زين في ناس ودهم يغير يعني كربون فايبر. هذا التخشيب، في شاشات خلفية. شوفوا التخشيب، شاشات خلفية. الألوان الثانية ما ودي أطول الفيديو. هذا أسود طبعا، هذا 990 2020، وهذا الأسود 930 2020، وهذا ذهبي جاي درجة من درجات اللون الذهبي 935. دخليه هذا باللون الأحمر دايمون كيت. شوف الاس في ار هذا، الله يهروه. ودي اسمعكم صوت تشغيل حقت الاس في ار وصوت تشغيلة الجي. هذا مباع الظاهر، الله يبارك الرعية، لونه غريب بني كذا موكا مطفي. وهذا اسود داخل دايمون كيت دعميه باللون الابيض. وهذا زيتي او عشبي، هذا نادر بعد، دعميه باللون الفضي. وهنا داخليه باللون الابيض او درجه البيج الفاتح، تناسق اللون الداخلي مع الخارجي. هذا بدون وضعية قيادة بس في شاشات خلفية. وش بعد؟ ضوايا صفة سود ست، ما شاء الله موتر يقطع القلب. خل صور لكم الحين، لكن الحين صوت هذا وصوت الاسفير، قولوا لي اجمل صوت وشو؟
قوة رأسنا 585 حصان عارفين، 850 العزل. التسارع من 0 إلى 100 4.5. أنا بيك تسمع الصوت وتقول إيش رأيك أين أجمل. حطوا الصور فتح زوز. بيك تقول أين أجمل، هو ولا الاسفيار؟ أجمل شيء صوت الجيل ونداعس، هذا أجمل شيء الصوت. الصوت أنت واقف ما راح يطلع فرقة أو صوت، لازم تدعس. الحين سمعك الصوت SVR، هذا 8 سلندر. اسمع الصوت، هذا 575 حصان تسارع من 0 إلى 100 4.5 نفس الجيل. لا عطني رايك، اجمل لون شفته على السياره، ايش رايك؟ انا بالنسبه لي اجمل لون شفته على السياره اللون هذا. شوف كارب فايبر على الكبوت، طبعا كامل الكبوت كارب فايبر. هذه على حسب الطلب بعد، هذا السعر يختلف. اذا جاك اس في ار كبوت زي هذا كارب فايبر ولا عادي، ترى هذا اغلى. اصور لكم السعر. هذا فيه فرقة في الصوت. ايش رايك ما يجمع الصوت؟ بالنسبة لي متابعين يعرفون وش يجمع الصوت بالنسبة لي. هم يجاوبونكم، انا ما اقدر اقول شيء. شو الدخلية؟ مرات بريالمية باللون الاحمر. شعار الاس في ار هنا راح يكون على المسند. التخشيب هنا كله كاربون فايبر. وجهة السواق ما شاء الله، الداخلية بالأحمر ومقلم باللون الأسود، راتب رياضية. شوف لمسات الكربون فايبر جايب كل مكان، والسرعة القصوى 320، وهنا كله كربون فايبر. السق باللون الأسود، وحش موت الوحش. كم سعره يبندر هذا السعر؟ 650 ألف 2020. ما شاء الله تبارك، بس خلصنا. طبعا عندهم بعض السيارات المستخدمة زي هذه اللامبورغيني، بعض السيارات الثانية، هذه الفيات، هذه 2020 سعره 76. بس في جي 500 هناك، جي 500 بشوف كم سعره إذا هو موجود ولا مباع ولا لا. هذا جفالي جي 500 ب 750 نايت باكج. الداخلية أوريكم الداخلية الحين، الجمد يختلف عن 63. الداخلية باللون البني وفي شاشات خلفية، 750. بس خلصنا. أرقامهم حساباتهم كلها موجودة تحت بالوصف.